محطتنا التالية رح تكون مع سيدات من سوريا جمعن فعل المرأة والأمومة وخدمة المجتمع بآن واحد من محافظاتنا السورية. اجتمعوا والثقافة كانت الرابط الأول بيناتهم، فكانت جمعيتهم الثقافة بالبداية وبعدها مجموعة عملوا على مواقع التواصل الاجتماعي باسم سيدات المجتمع السوري. تماما، كل سيدة لها حكاية وكل سيدة هي مثال للأم يلي تحملت ظروف الحياة وكانت بكثير من الأوقات هي الأم وهي الأب نفس الوقت. هن نرحب فيهم، هن ضيوفنا من طرطوس جايين لحتى يكونوا معنا اليوم لحتى نحكي معهم عن هالأمثلة وعن هالجروب يلي عاملينه. جمعوا سيدات عظيمات إن كان بمهنتهم أو إن كان أمهات شهداء أو إن كان أمهات ناجحات بسوريا. يعني بدنا نرحب بالسيدة ماجدة حسن، حضرتك شاعرة وأديبة وناقدة من طرطوس، أهلا وسهلا فيك. وحاصلة على عدة جوائز عربية ومحلية بمسابقات أدبية وقصصية وشعرية ومن مؤسسي جروب سيدات المجتمع السوري على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيك. تسلمي يا رب. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. كمان ننتقل للأم ماريا، أهلا وسهلا فيك. حضرتك الأم ماريا مرشدة نفسية ومديرة النشاط النفسي والاجتماعي في جمعية ثقافية فنية سورية بطرطوس ومدربة بمجال الإرشاد النفسي والاجتماعي في جمعية الثقافية الفنية أيضا بطرطوس ومن مؤسسي جروب سيدات المجتمع السوري. أهلا وسهلا فيك. كمان ميسان السيدة لينا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. الأم لينا عيسى، عضو مجلس إدارة بالجمعية الثقافية الفنية السورية وأيضا من مؤسسي الجروب، حائزة على عدة شهادات تكريم بمجال العمل النسائي. يسعد صباحك وكل عام وانت بألف خير. وأيضا السيدة سوسن والأم سوسن كامل محرز، الأم وهي زوجة الشهيد ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الفنية السورية وعضو مؤسس بجروب سيدات المجتمع السوري. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانتم بخير. نعاد عليكم بألف خير على كل امهات سوريا. اهلا وسهلا فيكم. يعني بالبدايه خلينا نقول انه بس نكتب على الفيسبوك سيدات المجتمع السوري بنشوف نماذج كثير حلوه، نماذج هي قدوه لنا وقدوه لكل العالم. الام السوريه، الام يعني ذات منصب مهم، ام الشهيد، ام الجريح، وايضا الام المثاليه يلي اثبتت حالها بمهن للذكور ايضا. خلينا نبلش عند حضرتك سيده ماجده. يعني بالبدايه خلينا نحكي هالفكره قديش حلوه، وكنا عم نحكي تحت الهواء انه يعني كل العالم هلا شغلها الشاغل انه عم تتفرج على الجروب المجتمع. تماما. خلينا نحكي كيف طلعت الفكره معكم وليش قررتوا تسموهم سيدات المجتمع السوري. هي الفكره كانت قديمه شوي وكان على اساس انه نحن هي تأخرت، بس بيقولوا هلأ إجا وقتها. يعني هلأ كتير هي ضمت شرائح، يعني سيدات من جميع شرائح المجتمع السوري، حتى من الاغتراب في سيدات مجتمع من سوريا، من سوريا خارج القطر كمان انضموا للمجموعة، وست السورية العظيمة هي اللي نحن بنفتخر فيها اللي أثبتت إن هي العمود الفقري للبلد بهذا بهي الأزمة. اكتشفنا كثير في ستات اشتغلوا ما بينوا للضوء، ما عرفناهم الا من خلال هي المجموعة بشغلهم بنضالهم بتضحيتهم بكفاحهم، حتى انهم في سيدات عرضوا تجاربهم يعني وعرفوا عن حالهم، عاملين كثير شيء حلو بهي الأزمة خلال سوريا، كثير كثير شيء بيدعي للفخر بكل ام سوري. نعم. يعني سيدة ماريا، حضرتك مرشدة اجتماعية نفسية عفوا وعاملة العديد من الورشات النفسية والاجتماعية للدعم النفسي، بهذا الموضوع قديش هذا المجال واسع يمكن فينا نقول، وبنفس الوقت قدرتي انك تقدمي شيء مميز؟ هلا دورات الدعم النفسي الاجتماعي كثير شيء كانت اساسي مهم انه نقدمها للمراه السوريه، المراه اللي عانت وتعبت وواجهت صعوبات الحياه، ضغوطات الحياه، اسفه على الصوت. فالمراه عندنا رغم كل ضغوطاتها وصعوباتها بالحياه، هي واللي حتى افتقدت لابنها، عانت فقدان زوجها المعيل لها،
ومع ذلك هي مصممة تكمل رحلتها، تكمل مسيرة عطائها. لكن هي كمان بالنهاية عندها طاقة، نحن لازم ناخذ بعين الاعتبار هي إنسان، صارت الأمور أحيانا فوق طاقتها، فبتجي هون دورات الدعم النفسي والاجتماعي مهمة كثير، وبتساعدها بتكون داعمة لها، لأنه نحن بهي الدورات نوفر لها جو من الإيجابية، جو من الدعم الحقيقي، من التعاطف، لحتى تحكي عن ألمها، عن معاناتها، وبهالدورات بنعطيها فرصة مثل التنفيس عن ألمها، عن التبادل لتجاربهم خلينا نقول القاسية بين بعض، لأنه نحن دائما بنوجهها لسيدات هن عندهم نفس التجارب نفسها، فكل وحده بتحكي عن تجربه عن تجربتها. وانا كمثلا مدربه او كنت مقدمه للدعم النفسي الاجتماعي لهي السيده، فانا باخذها باتجاه انه كيف تتعاملي مثلا مع الضغط النفسي، كيف بخفف الضغط النفسي. انا لما قلت لي اخذ الضغط النفسي تماما، هو ضغط يومي، الضغط النفسي هو ضغط يومي يوميا على هي تماما. فبتكون هي الدورات كثير داعمه كثير مساعده بالنسبه للمراه. نعم، خلينا ننتقل عند الام لينا. اهلا وسهلا فيكي، معلمة كمان. انت بالف خير يا رب. معلمه كمان بعيد المعلم، بدنا نقول لك كل عام وانت بخير. هذا شهر عيد الام وعيد المعلم، هذا شهر الاعياد كلها، كمان نعيد على كل المعلمين وعلى كل الامهات. انت بالف خير، بنعاد على جميع المعلمات وعلى الامهات، بالف خير يا رب. أمين، بألف خير. ست لينا، خلينا نحكي بالجانب الإنساني، يعني من خلال الجروب ومن خلال متابعتي للجروب عم نشوف أنه كثير في جوانب إنسانية هي قدوة لغيرها. في أوقات كثيرة بتكون أوقات فراغ، في ناس كثير طلعوا من بيوتها، في ناس كثير تعرضوا يمكن لضيقة اقتصادية، ولكن راحوا تطوعوا اشتغلوا بالعمل الإنساني. هذا الشيء قد ايه بيرد لهم شيء حلو لهم لذاتهم، وقديش ما بعد العمل التطوعي فيه هو عمل ممكن مثمر ماليا واقتصاديا، وقديه هذا الشيء مثال عم نشوفه على الصفحه لكل الناس. طبعا العمل الانساني عمل اسمه انساني، من اسمه هو بيعطي قديش هو عمل مهم ومثمر. فهالصفحه هي عطت فرصه لكل ام او سيده محتاجة أي شيء إن تعبر عن نفسها خلال هاي الصفحة، وعن وجعها وعن ألمها وعن عملها. يعني في كتير ناس مثل ما قلتي حضرتك، في سيدات كتير هن تعرضوا لظروف صعبة بالبلد، كل ما تعرضوا، فعطيتهم هاي الصفحة هلا فرصة إن يعبروا عن ذاتهم، حتى الألم الحاجة المادية اللي تعرضوا لها، فهن يعني كانوا بحاجه لانه يعملوا اعمال ثانيه. فنحن كان لنا دور انه نحاول انه نساعدهم في كذا موقف، حتى يعني ممكن عن طريق طرح ممكن قدراتهم ومهاراتهم الاعمال اليدويه او هيك ممكن يلاقوا عمل ثاني، ممكن يقدموا الشيء اللي هن يعني اللي بيقدروا يعملوه، ونحن نوصل هالشيء لناس ثانيه تقدر تساعدهم كمان. نعم. يعني حتى دعم وتسويق لهم لمنتجاتهم لشغلات اللي هن بيقدروا يعملوها، سواء من اعمال يعني فنيه او اشغال او حتى شيء بخص حتى الشيء بخص المطبخ مثلا، يعني ممكن شيء مميز. كل امراه عم تكون بمجالها مختصه وعم تقدر تقدم شيء صدقا رائع. سيده سوسن، حضرتك زوجة شهيد وايضا صرتي حاليا الام والاب، مسؤوله عن عائلتك، قد ايه يمكن في صعوبه عم تواجهيها؟ خلينا نحكي اليوم عن دور الامراه وقت بتاخذ هي المسؤوليه الكامله في المنزل يلي هي صعبه مانا سهله وبحاجه لتشاركيها. هلا غياب الزوج والاب بيفرض فرض على الام انها تقوم بدور الرجل بالبيت وبرا البيت، وغياب زوجي الله يرحمه خلاني اقوم بدور الاب والزوج مكانه. هالشيء خلاني اطلع للشان العام، للعمل المجتمعي اللي يساعد لاواني، انا بالدرجه الاولى، واواني لحتى اشيل امور بيتي يعني. وفكره مجموع سيدات المجتمع السوري كانت من وراء تجرباتنا الشخصيه، احنا حابين نشارك السيدات بتجاربنا الشخصية وبنفس الوقت نساعدهم بتجاربهم. وإذا ملاحظين احنا عندنا بالمجموعة عندنا كثير كل أطياف السيدات، عندنا أمهات شهداء، عندنا زوجات شهداء، وعندنا الحالات الإنسانية من نتائج الحرب يعني.
فالمجموعة هي هدفها خدمة اجتماعية توعوي لكل السيدات من كل أطيافها، وهذا دورنا نحن السيدات الأربعة إنه نساعد من منطلقنا نحن، يعني من تجربتنا بالبيت وبالحياة الخاصة للحياة يعني نعم. لما نشاركهم تجربتنا ونشارك معهم تجاربهم بصير هاي التشبيك والتفاعل تمام. يعني ما بقى في سيدي بحس حالة وحيدة. النساء عندنا بالمجموعة انفتحوا على العمل، انفتحوا بكل صراحة بكل أريحية، عم ينزلوا إذا ملاحظين أعمالهم الشخصية وهمومهم، إذا انتبهتوا الحالات الإنسانية اللي عم تنزل عنا على الصفحة. نحن هدفنا مو بس على مواقع التواصل، نحن بدنا هالشيء يكون على الارض، نحن بدنا نساعد المرأة بكل اطيافها على الارض. هذا إقامة معارض، إقامة سوق مشتركة، إقامة أي شيء على أرض الواقع. ست ماجدة كمان خلينا نحكي عن هي النقطة حصرا، يعني اليوم نحن عم نشوف انه من كافة اطياف المجتمع السوري ومن كافة المحافظات ومن جميع الاعمار، صادفتوا شيء كانه كادمن على الصفحة فرص عمل، عروض الى معارض، مشاركة من غير محافظة يشوفوا منتجات محافظة ثانية؟ تجربة شخصية، وانا طبعا هي بترفض اني اذكر اسمها، مثلا انا راسلتني صيدلانية مثلا قالت لي اي حدا بتحسيه بيطلب منك فقير او كان جريح شهيد انه دواء، انا مستعد اقدم له دواء مجانا. يعني نحن هون امنت عكاز لجريح مثلا، امنت دواء مدى الحياه لام شهيد. يعني نحن كيف عم بتصير السيد اللي عم تعرض خدمتها بالسيدة المحتاجة هي الخدمة، شبكناهم ببعض، كنا صلة وصل بيناتهم. كمان نحن تفاجأنا كثير بالجروب مثلا انه ستات هي حضرت بمعلمتها، انت هون شو اخبارك؟ يعني رجعوا التقوا، رجعوا كان بمعلمتها كان ببيتها. الاحترام الموجود بالجروب يعني عم بنشوف باقي الجروبات لا في كثير، في عندنا قوانين نشر، عندنا قوانين اهداف المجموعة بحد ذاتها. هي أول شيء احترام كل امرأة سورية. في ست راسلتني قالت لي هي دكتورة وهي مهندسة، أنا ما عندي شهادة بقدر نزل تعريف؟ يعني تخيلي قديش. قلت لها أنت كونك ست بيت أنت أعظم أهم شهادة، أعظم أجمل شهادة في الكون أنك تكوني أم، انك انت عم تعطي اولادك. يعني هي ما في اجمل من يعني هيك. يعني مربيه شهادة المنزل يلي يعني عم تعمل جيل كامل، عم تعمل هي الاصل، اولادها عم هي اللي طلعت هي الدكتوره، وهي اللي طلعت هي المعلمه، وهي اللي طلعت هي المهندسه. فبالتالي قلت لها انت اعظم الامهات واعظم السيدات. اكيد تحيه لها ولكل ست بيت ولكل امراه وام سوريه. وقبل جميع كل سيده معنا في الجروب وخارج الجروب. سيدة ماريا، يعني من خلال الجروب يلي عاملينه في كثير طروحات نحن عم نشوفها، نحن بالجروب فعم نشوف في طروحات لسيدات انه يطلع من اطار مواقع التواصل الاجتماعي، يصير في فعاليات. شفنا طروحات لمساعدة اسر الشهداء، شفنا طروحات لاقامة فعاليات، اجتماعات للسيدات ليتعرفوا على بعضهم خارج اطار المواقع التواصل. امتى هذا الموضوع بده يتفعل؟ لانه صدقا شفنا انه في اقبال لانه النساء يطلعوا يتعرفوا على بعضهم ويصير الشيء فعال على الارض. هلا نحن اول شيء تفاجئنا وانصدمنا بالعدد الهائل خلال فتره زمنيه قصيره، انه نكون نحن تقريبا يمكن شيء 160 الف سيده صرنا خلال اربع اسابيع. طبعا نحن كنا اول شيء بلشنا هيك مجموعه صغيره حابين نشتغل فعلا على الارض، كان عندنا هدفين واضحين مثل ما تفضلت ست ماجده، عندنا هدف مجتمعي خدمي وعندنا هدف هو التوعوي، فالهدفين كانوا هن الاساسيات اللي خلونا نعمل هي المجموعه، وهدول بدنا نشتغل في ضوءهم لهدول الهدفين. فنحن كنا على اساس مجموعه صغيره انه خلينا خلال شهور سنه نصير 2003، تخيلي كيف كان نحن طموحنا. يعني نتفاجأ بشهر 160 ألف سيدة من كل طوائف، من كل فئات المجتمع وشرائح، ومن جميع الأعمار وجميع المحافظات. يعني طيف رائع، كان طيف من السيدات متنوع. في سيدة عمرت 80 سنة قالت لي رح أعرفك على حفيداتي وعلى بناتي، ضمتهم على المجموعة. هي مثلا بتلاقي ضمت أما ضمت جدة، ضمت قرايبنا، كثير شيء حلو كلهم انضموا إلى الجروب. خليني بس انتقل تأملوا مثل ما قلتي، تأملوا بالصفحة،
ناطرين نحن شو رح نعمل. حتما حتما نحن كل شيء حكينا عنه بدنا نترجمه على الارض كواقع، هذا اكيد قولا واضحا. بس كيف رح نعمل؟ كل حدا فينا رح ياخذ اختصاص معين. حنقول يعني مثلا عندك هون الاختصاص التعليمي، الخدمي، الادبي، الثقافي، انا الارشاد النفسي، هيك متفقين. لذلك اذا لاحظتي على صفحه عنا نحن برنامج اسبوعي. مثلا انا كماري انا اخذه لاني ارشاد نفسي، اخذه يوم الجمعه مخصصته للزاويه النفسيه. مثلا بلشت فيها شوي شوي. مثلا هون عندنا الشيء التعليمي، عندنا القانوني، عندنا الادبي الثقافي، عندنا الطبي الصحي، وعندنا فقره منوعه ممكن تكون هي للكل، عرفت شلون؟ فحاطين برنامج وعم نمشي عليه، هي احد الامور اللي سوينا. الشغلات الثانيه رح نعملها انه حننجز فعلا على الارض. مستقبلا رح يكون عندنا في شيء اسمه دورات. مثلا انا مثلا كارشاد نفسي حاعمل دورات متخصصه بالارشاد النفسي والاجتماعي والاسري، نقدمهم للسيدات. نعم. هذا كتخصص يعني. تماما. خلينا بس مشان كلنا نحكي ست لينا، يعني بعد ما تخلصوا هيك بنهار كل الوقت على الموبايل على الموبايل عم نشوفوا نطلع على حالات، قديش لما تكونوا متضايقين ممكن او تعبانين من قصه بتشوفوا وغيركم بتقويكم، او قديش يمكن هي القصه بتقوي وباخر النهار بس هيك تجتمعوا سوا وبتشوفوا الانجاز اللي عم يظهر وهي الحالات اللي عم تظهر كيف يمكن ارتقى كل تفكيرنا بهي الحالات؟ طبعا هلا وجود هالتنوع على الصفحه، شفناه من خلال الصفحه، التنوع بالمشاكل، التنوع بالوضع الاجتماعي، بالوضع النفسي لهالكل الحالات، خلتنا نحس انه المجتمع يعني سيدات عنا كثير بتعرضوا لمشاكل ولمواقف ول يعني ازمات، بس هن هالصفحة عطيتهم مجال انهم يعرفونا على حالهم، وهن يغطوا على كل المشاكل اللي فيها. كمان نحن كل وحده فينا عندها قصه وعندها حكايه، وقت اللي شفنا هالحكاية كلياتها والقصص كلها هونت علينا كثير، خصوصي انا كتجربه، عندي تجربه شخصيه وكانت قاسيه كمان، وقت اللي شفت هالحكاية اللي عند السيدات اللي هي خصوصي امهات الشهداء والحالات الانسانيه الثانيه، خلت المشكله اللي نحن فيها تكون تبين كثير صغيره تجاه هدول القصص الكبيره كثير يعني. وعجبني من بعض السيدات كمان، يعني انا طرحت مبادره مثل ما قالت ست ماجدة عن التعليم المجاني لاسر الشهداء واسر الجرحى والحالات الناس المحتاجه يعني. واللي عجبني انه كثير كان في مبادرات ويتصلوا فينا على الخاص، نحن جاهزين باي شيء بدكم اياه، نحن جاهزين، معلمات من كل الاختصاصات. يعني هي كثير شيء حلو انه هي الام السوريه عن جد عبرت عن حالها بشكل ايجابي كثير كبير، وكان لها دور حلو كثير كثير، يعني بينت هي الست السوريه والمراه السوريه قديش هي امراه عظيمه عن جد. اكيد امراه عندهم يعني، مو بس انا اشتغلت بالحالات الانسانيه، كثير سيدات اشتغلوا بهالوضع وفعلا اثبتوا جدارتهم. تحيه لالهم. يعني هي السنه عم تكون يمكن سنه استثنائيه باحتفالنا، ما كثير فينا نعمل تجمعات هي السنة للأسف، في وباء عالمي عم يجتاح العالم. عفوا، في وباء عالمي عم يجتاح العالم، فيمكن كان في عندكم خطة للاجتماع نزلتوها أنتم كسيدات لحتى تشاركوها أفكار، تجيبوا أفكار وتشاركوا أفكاركم أيضا للسيدات السوريات لحتى السنة يحتفلوا بعيد الأم بطريقة آمنة بسبب فيروس كورونا يمكن اللي لازم نحن نتصدى له بكل طاقتنا لها. صحيح. فبننتقل عند الام سوسو بنحكي عن هي الفكره، شو عملتوا على الجروب مشان توعوا اكثر ستات البيوت كيف تحافظ على نظافه بيتها، كيف تعلم اولادها النظافه لحتى نتصدى لفيروس كورونا؟ نحن كثير جبنا اخصائيات ونزلوا كثير مناشير خاصه بالوباء، يعني كتفصيل طبي وكتفصيل علمي يعني. هلا صار في خوف كثير من كورونا، فالخوف لحاله بيعمل مرض. صح. عرفت كيف؟ حاله الرعب والخوف. فالاخصائيات اللي عندنا بالمجموعه وكثار، يعني ما بعرف اذا انتبهتوا انتم، نزلوا كثير مناشير توعي ومناشير طبيه، وبظن انه استفادت السيدات كثير معنا بالموضوع. وخاصة يمكن بقعدة البيت هلا والاولاد معطلين وتماما يعني قاعدين بالبيت، فكيف السيدة هيك صرتوا تتسلوا يمكن او تملوا لها وقتكم بطريقة توعية لتصدي فيروس كورونا؟ تماما. انا
امبارح نزلت منشور انه انتم يا ستاتنا قاعدين بالبيوت شو عم تستفادوا، كيف عم تستثمروا وقتكم، كيف عم تقضوا وقتكم، كيف ورجونا شو عم تشتغلوا يعني انتم بالبيت. بقى كونه في حظر انه من التجوال حتى التوعية اللي صارت انه الشغلات البديلة الوقائية، يعني رجعنا لزمننا القديم، نشلح من رجلنا لما منفوت نصوب قبل نشتغل على شغلات هيك بسيطة، وجتنا حتى من مختصات حلول بديلة يعني للمعقم ولل بأدوات بسيطة، الخل، المي الموجود، يعني ما في بيت ما فيه قنينة خل، ما فيه صابون، ما فيه معقم، مي والملح، الغرغرة هي. بعت إنه شو أنتم عم تشتغلوا أنتم بالبيت؟ بقى هي اللي عم نزلت لي طبختها، هي نزلت لي إنه عم تحضر فيلم هي أولادها، هي عم تمارس نشاط معهم، هي عم تقرا كتاب، صارت تنزل كتابها. يعني ضوينا على هي التجربة للستات انه قاعدين بالبيوت شو عم يشتغلوا. يعني ما لازم يمكن شو في اقتراحات انه اضطرت الام تقعد مع اولادها بالبيت، فكانت فرصه خاصه للام العامله انه تمام انه تقضي وقت مع اولادها، هيك يعملوا هاي الجمعه الحلوه مع بعض ويقعدوا يسمعوا بعض. الاولاد دائما عندهم هذا الحكي خاصه من المدرسه، بيجيبوا كثير قصص بيحبوا يقولوها لامهاتهم، ففرصه انه تقعد الام مع اولادها. نزلوا لنا صور قوالب الجاتو اللي محضرينه، يلا ما بقى انه هن مشتغلينهم بايدهم مثلا، كيف مرتبين السفره وكيف مجهزينها. نعم كثير كانت يعني نرجع هي لمت نحن فتح لهم مجال بالمجموعه انه فرجوا لنا شو عم تشتغلوا مشان كمان يتشارك يعني البقايا. وهي كمان دعوه منكم لكل السيدات بانه بهالفتره صدقا انه نحن لازم نلتزم المنزل ونعيد هي العلاقه الحلوه مع اولادنا، يمكن نصنا ما لنا فاضيين لاولادنا، كل يقعدوا مع بعض لمه العيله مع الام والاب والولاد. يعني ما بعرف حسي انه هذا عيد الام هو العيد الحقيقي تماما، لانه بس بلا تجمعات، خلي كل وحده بالبيت تبعث لها مسج لامها واولادها وبس. نحن كثير انبسطنا اليوم عن جد، يعني انتم عم تقدموا شيء كثير حلو للمجتمع السوري، عم تفرجوا نماذج كثير رائعه من يعني قدوه لكل السوريين. ست ماجده، ست ماريا، ست لينا، ست سوسان، شكرا كثير، وانتم احلى امهات، وكل سنه وانتم سالمين. شكرا سالمين، وكل ام وهي سالمه يا رب. شكرا كثير لكم، وكل عام وانتم بألف خير، وكل عام سوري بألف خير يا رب. تسلمين، نتمنى لكم كل التوفيق، وناطرين شيء جديد على ارض الواقع من مجموعتكم. ان شاء الله اللقاء الجاي ان شاء الله نضوي على الحدث الجاي. تابعوا سيدات المجتمع السوري اكيد، تابعونا على الجروب. تماما، شكرا كثير لكم.